قلنا إن الحسيب له معنى آخر وهو الكافي من قوله يعني أحسبني الشيء أو حسبي كذا، يعني حسبي مثلا حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كفاني الله عز وجل. وكما قال الله عز وجل كما قلنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الكفاية هنا أيضا من كل وجه. يعني نريد أن نضع قاعدة للسادة المستمعين في أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مثل الحسيب أو غيره، أن معنى الاسم، معنى الاسم ودي مهمة جدا، معنى الاسم، معنى الاسم يكون على قدرة المسمى، على قدرة بقى المسمى وعلم المسمى على قيمة المسمى. يعني الحسيب من الإمكان أن يجي واحد يقول إيه أنا أكفيك هذا الأمر فيسمى كافي الأمر مثلا، لكن حقيقة اللفظ لا تطلق إلا على الله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يكفي أحدا في الحقيقة، وإنما الذي يكفي هو الله عز وجل، لأن كفاية الله عز وجل كفاية من كل وجه وفي كل زمان. صحيح. وفي كل مكان على حسب الله، لكن كفاية العبد على حسب العبد، والفرق بين الكفاتين كالفرق بين العبد وبين الرب. إذن قاعدة مهمة للناس جميعا أن إذا تكلمنا عن معنى من معاني أسماء الله فلا بد أن يتخيلوا هذا المعنى من إيه ويتخيلوا الله. فإذا تخيلوا الله كانت الكلمة محققة بكل نواحيها، فالكفاية كفاية من كل النواحي. ولذلك يقول العلماء إيه؟ كفاية وجود أن الله أوجدك، وكفاية إيه كمان، وكفاية يعني دوام وجود، وكفاية حفظ وجود، وكفاية كمال وجود، وكفاية يعني إعادة وجود. يبقى نعم. كم كفايات كتير. صحيح. نحن أيضا لا نستطيع أن نحصرها، ولكن إيه كفاية وجود مش كده؟ أوجدك فسخر لك الإيه الشمس والقمر ولا والبحار والجبال والأرض وغيره، مش كده ولا إيه؟ نعم. الله. يبقى إذن كفاية وجود صح، وكفاية دوام واستمرار هذا الوجود، مش أوجدك فجاء إعصار موتك، لا، قال لك أوجدك مع كفاية حمايتك في هذا، لأن أنت مخلوق بل سيد هذا الكون، سيد الكون اللي هو الكون، والله سيدك. فالإنسان لابد أن يفهم الناس أن احنا أسياد الكون مش كده؟ طيب ومين سيدنا؟ ربنا تبارك وتعالى. قال السيد لابد أن أو يحب أن تطيعه الإيه؟ الأشياء مش كده؟ نعم. فإذا كنت تحب أن تطيع الأشياء وأنت سيد، فلماذا لا تطيع السيد الأكبر والله عز وجل؟ إذن لابد أن نفهم حقيقة العلاقة والكفاية. يبقى كفاية وجود وكفاية استمرار هذا الوجود ودوامه وحفظه، وكفاية كمال هذا الوجود. كمال هذا الوجود ربنا يقول لقد خلق ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم أيضا ودي حسابات من النوع الأول. نعم. ومن النوع الثاني. هاب مثلا إن الشعر اللي هو في اللحية اللي هو الكبير دوت من الإمكان أن يكون في الحواجب، يبقى الشعر الكبير قوي دوت يطلع في الحاجبين، كيف تنظر العين مش كده ولا إيه؟ صحيح. صح؟ بلاش. الشعر اللي في الشوارب أيضا لا يبلغ مبلغة الشعر اللي في، وإن كان بعض الناس دلوقتي يعملوا شنبهم يعني 900 يعني 3 أمتار 4 أمتار كده مش كده ولا إيه؟ لكن الله تبارك وتعالى خلق حتى قلنا الشنب من الإمكان أن يكون فيه أمر نبوي، لكن الحاجب ما فيش حد حتى قال النبي لعن الله الدامسة والمتنمسة. طيب ما الذي يعطي الأمر للحاجب
بألا يطول شعره فيضر العين. مش دي كفاية للعين؟ نعم. في استمرارها، وإلا لو طلع شعر الحواجب على العين لحصل إيه؟ إن العين تمرض وما تستطيع، مش كده؟ نعم. بلاش. لو إن الإنسان إيديه أصبحت لحد رجله، يعني طويلة لحد رجله، يبقى ده قرد ده ولا إيه؟ مش كده ولا صحيح. إيه؟ الله، ما الذي جعل النسبة والتناسب في هذا؟ وما الذي جعل كفايته بأن يحفظ وجوده على هذا الشيء؟ يعني خلقك نعم، فهو إيه؟ كفاك الخلقة، مش كده؟ فمن الإمكان أن يتركك، صح؟ صحيح. لكن الله لم يترك. ليه؟ قال إذا كان الأكل صفته النمو، يعني كلما تأكل فيكون الأكل هذا الطعام والشراب سببا لنمو جسم الإنسان، فإذا لم يكن الإنسان يعني مكلفا بقانون الوقفية عند سن معين، ممكن الآن نرى إنسان طول الجبال، صحيح، مش صح ولا لا؟ صحيح. لكن من الذي أعطى للطعام والشراب نمو الخلايا؟ ومن الذي جعل هذه الخلايا تقف عند نمو معين؟ ليه؟ حتى يكفيك الله دوام واستمرار وجودك، مش كده ولا إيه؟ صحيح. حتى أن الله جعل أيضا الموت كفاية وجود. إزاي؟ لو أن الله لم يكتب الموت على الأولين ما أتينا أنا ولا أنت ولا السادة المستمعون، صحيح. مش كده ولا صحيح. إيه؟ وإذن هناك كفاية خلق وجود، وهناك دوام هذا الوجود أن يحفظك من وحفظ هذا الوجود، وكمال الوجود، كمال الوجود إنك تنظر إلى المرآة تقول سبحان الله الحمد لله، يعني الذي حسن خلقتي، اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.